Ömrümüz bir konser, bir yap. Kim ne şüphelendi antara bir kibirlik, kim ne kapıl kapıl, müsiz, müsiz darol. Tatsonu tekrar duruyor, ne düşünüyor bu? Ağmay, kaç vardı mersina? Ben de kapıt mehbe, dara dersin ki haca. Dendi ve kila ilme ila. Ömrüm tam, martı. قال لي هذا حاجه اللي بغيت ندير معاك هو اني كنخلص لك في كاس الشير عرفتي جيتي لي كل كلمه سير ليه قال ليه قلتها كون انا في منزلي ما نوصلكش اخويا كاع لكن كان لاني ما عندك كنشوف ما كاين لا سكن لا علاج كيما تشوف الحالة انت راه كلشي باين لك كيما نخبي عليك اخويا واجي اخويا شي عامين هناك شي عامين هناك كيدير لي توصلتي لهاد الحالة اخويا الناس دابا مع هاد الكوفيد هذا اللي تنف الناس فرما في خبرك دابا تيكونو خدامين عباد الله تيبداو ينقصو ما كاين هادي ما كاين هادي وانا مريض كنت نزاد عليهم لا 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 ما حاولتش مشيت ضروري تاتوني تاع الدوزيام فوا اومي كنت واحد ما حسينا إلا خفت معايا بعدا راه دارت لي شي حاجة دارت معايا تا السيمانة الجاية بغيت نمشي لفرنسا ضربات لي شي نفاس بدار لي شي سيروم بعدا راه شوية مشيت لعندها دارت معايا مسكينة مزيانة ساكنة هنا قالت لي حتى نجي راه غادي نكمل لك كنعرفت هاد الحالة هادي عندك شحال هداكم كاع ما نخليك هاكا قلت لها داكشي ديال الله يعني الله عائلة عندي ولكن لا عائلة مع عائلة ومن طن حتى انا قولت عائلة ديال راسها اخويا كل الذي يشوف راسو هي عندي الوالدة في المحاميت خوتي في المحاميت ولشي في المحاميت العم عندي في الجوار هو اللي كنت خدام عنده باي باي كاين ما يدير ما عندك مرتي السلام عليكم قال لي هذا حاجة اللي بغيت ندير معاك هو اني كنخلص لك في كيس الشير تا نهار تموت الله يخلف عليك السلام عليكم ايوا تنطلب اخويا من المحسن باش يعالجوا هذا السيد هذا ويعالجوا كاع الناس اللي هما مرض بهذا الاذى هذا الله يخرج تربيتهم على خير يخرجهم من هذا الدار العيب لعيب هادشي اللي كنتمنى من هاد الناس اخويا راه المرض هذا راه خايب وصعيب راه دواء غالي راه التكاليف ديالو غالية شحال جاتك اخويا الناس راه دابا تعيات ومات دوز بزبالة الفلوس ومات علاش عند الرعاية والعناية والعناية المركزة ما كايناش راه تيجي تيجي لك الكلب سير ليه هز ليه قلتها كون انا في منزلي ما نوصلكش اخويا كاع وبلاتي تسنى ما
الوقت اللي كنت تسنى انت ساعتين ثلاث سوايع هذاك النهار راه جيت طحت لهم تما والله كون ما طحت لهم تما لا داروا معايا شي حاجه بالسيده اللي جابتني كاع والله طبات تيجريو حنتي يخافوا فون يجيو الصحافة ويصوروا الأضراب هاهما تيعشمو نعم أسيدي خدام شركة قلتلك ديال تليجي كنتعملو مع لي زوتيل كنديرو داكشي ديال النظافة كاع لي زوتيل كلهم كنا شادينهم كاع أوتيل دو ليكس شادينهم توت لاكام لاكام داكشي ديال لي جين مكايناش شي كام لي هي ويرا ملتي ناسيونالي ميريكان ايكولاب مشهورة ومعروفة داكشي الغسيل ديال لابيوندري ديال الصابون ماكنة الصابون الحوايج كلشي المعان توت كيكونسير الكوزينة لابيوندري الريستورون كلشي عندها نيفو واعر راه هي الاولى في العالم كراسية ايوا هادشي لعبد الله حبيبي صافي نقول لك 40 30 تقريبا هاكو الله يعاونك الله يعاونك هادشي ما تنبغيش نجبدو مع عائلتي يعني غادي نخلصهم الله يخليهم داكشي بعيد خليني بيني وبين اللي خلقهم والله غادي يخلصني انا هادشي كاع ما تجبدو اخويا مع يعاونوني يعاونوني هاد الناس هادو باش ما لقاو الرعاية المركزة وشوف من الحال هاد الناس هادو ما تنهدرش على راسي تنهدر كاع على الناس كلهم اللي بحال هكا الناس كلهم اللي واكل العصا مساكن بحال هاد الشكل هذا راه ماشي غير انا اللي عايش هكا راه تمشي في السبيطار تشوف واحد الحالة راه لا يرتاح ليها راه مش بنقول لك ما شاء الله وصافي على اي واحد في المية جوج في المية ثلاثة في المية بعدا هما غادي ينقصوا ولكن بقى لك شي في ارتفاع على المشاكل العظمى قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي